إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصًا منهم على خلفائه الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي وعلى بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
إخواني وخلاني، أشكر الله على نعمائه وأحمده على آلائه، فإن تعدوا نعمه الله نعمه لا تحصوها إلى يوم القيامة. وهذه سنة جديدة أمامكم قد حضرت واستقبلتكم، فطوبى لمن ودع السنة الماضية بحسن الأعمال واستقبل هذه السنة بكرائم الأفعال. وعليكم بهذا الشهر الحرام الآتي قريباً بعد سويعات أيام قليلة، شهر محرم ذي العز والاحترام، هو شهر نجى الله تعالى فيه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأغرق فرعون في البحر وألقاه في الظلام. فيه يوم عاشوراء، وما أدراكم ما يوم عاشوراء؟ يوم فضيل فضله جميل، وكان قبل رمضان مفروض على المؤمنين. من وسع فيه على عياله وسع الله عليه تمام السنة، كذا أخبر به سيد الأنام في الحديث الثابت الصحيح المروي عنه صلى الله عليه وسلم. يوم صام فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالصيام. يوم اهتم الصحابة بصيامه وأمر الناس بصيامه حتى الأطفال، واهتموا فيه غاية الاهتمام. يوم رزق فيه سيدنا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه غاية متمناه الشهادة، وظلم ظلما تقشعر منه الأسماع ويتنفر عنه الطباع، حبس الماء عنه أياما عديدة، وحصر في كربة شديدة، وذلك في موضع يسمى بكربلاء، موضع كرب وبلاء، صب فيه وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هم وغم وبلاء، حتى شرب شراب الشهادة مع إخوانه وأنصاره وصار من الشهداء الكرام. فرحم الله عليه وعلى ناصريه، ونقم على ظالميه وماكريه. فمن ذكر هذه المصيبة العظمى واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاز بالمرتبة العظمى وعد من الصابرين يوم القيامة. فلازموا عليكم استقبال هذا اليوم بالحسنات والتوبة عن الخطيئات وترك الآثام، لعل الله يرحمكم وتشملكم رحمة ربكم ويدخلكم دار السلام. وقولوا من صميم الفؤاد باسطين أكف السؤال إلى من به الاعتصام: اللهم يا حنان يا منان، أنت السلام ومنك السلام، نحن عبادك العصاة المذنبون، اعترفنا بذنوبنا فارحمنا رحمة تغنينا عمن سواك، وأدخلنا بغير حساب دار السلام. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله، فيا فوزا للمستغفرين، استغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، وألف صلاة وسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الناهي أمته دار الجحيم،
مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد، يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه قد مضى علينا من مدة حياتنا عام، قلتنا فيه من نعمك ما لا نستطيع أداء الشكر عليه، وحفظتنا فيه من الأسوأ والمكاره ما لا نستطيع دفعه، وقد أودعناه من الأعمال ما أنت عليم به، فما وفقتنا فيه من حسنات فتقبل ذلك منا واكتبه لنا عندك من الأعمال الصالحات، واغفر لنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما داخلنا فيه من شوائب الرياء والعجب والتصنع وغير ذلك، واجعله وسيلة لنا إلى رضاك عنا وزلفى لديك، وما قارفنا فيه من سيئات وخطيئات وأفعال غير مرضيات ونيات غير صالحات بجوارحنا وقلوبنا، فنسألك اللهم لنا ولأحبابنا وعيالنا وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وسائر المسلمين خاصة في هذا البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، نسألك يا رب يا الله بحق ذاتك وأسمائك وصفاتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق من له وجاهة عندك من جميع خلقك أن تغفر الذنوب كلها وتستر العيوب كلها، وتتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نؤمل، وأن تبدل سيئاتنا حسنات، وأن تبلغنا من رضاك عنا أقصى الأمنيات ونهاية المرادات، ونحن كما تعلمنا نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك، وما قام معنا من ظن جميل بك أنت تعلمه، واضطرارنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك، وهذه أكفنا مبسوطة لديك وقلوبنا متوجهة إليك، فلا تخيبنا يا أمل المؤملين ويا ملاذ اللائذين، ارحم من ناداك وهو يعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حسبه، وقد استقبلنا من بعد عامنا الماضي عام جديد، ما ندري ماذا سبق في علمك فينا، ورجاؤنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة لنا ولأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم كافة أجمعين، التوبة التي لا يعقبها نكث، وأن ترزقنا فيه من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك ما يوجب لنا رضاك عنا في الدنيا والآخرة، وأن تعمر جوارحنا بطاعتك المرضية عندك وقلوبنا بحبك وحب من تحبه وحب ما تحبه، وتوسع قلوبنا وتؤهلها لمعرفتك الخاصة التي أكرمت بها عبادك العارفين وأولياءك الصالحين، وترزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها وأصولها وفروعها وحق الاتباع لمشايخنا الكرام في الطريقة، آمين يا رب العالمين، وفي الشريعة والحقيقة، وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها ومن اليقين أرفع مراتبه، وتسلك بنا سبيل الاتباع في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال لحبيبك أشرف خلقك عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفر حظنا من حب هذا الحبيب واتباعه في كل أحوالنا، وتجعلنا يا رب من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه ومن أعظم الخلق مودة له، وشرفنا يا رب برؤية وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو راض عنا في المنام واليقظة وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأكرمنا يا ربنا بالبركة التامة الواسعة في أعمالنا وفي نياتنا وفي أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أوقاتنا وفي حركاتنا وسكناتنا،
واجعل اللهم الأعوام المستقبلة من أعمارنا دائرة علينا بالثبات على دينك والإقبال على خدمتك، واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله، وشر النفس الأمارة بالسوء وعملها، وشر فتنة الدنيا، واحفظنا من الوقوف من مع زخارفها وزينتها، ومما اختبرتنا به فيها من مال وعيال وغير ذلك، ومن مطاوعة الهوى المردي، واحفظنا من تغليب جانب الحظوظ العاجلة، ومن قرناء السوء ومخالطتهم، واجعل أوقات أعوامنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنا وما تفضلت به علينا من نعم، وفقنا فيه للشكر على ذلك، واجعلنا يا ربنا من المتمسكين بالعروة الوثقى من الصدق معك في جميع توجهاتنا، وعم بهذه الدعوات أولادنا ووالدينا وأصحابنا وإخواننا في الدين ومشايخنا ومشايخ الإسلام وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة أجمعين، خاصة في هذه المنطقة وفي إندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين. وهب لنا يا رب قوة نقوى بها على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه، واجعل لنا حظا وافرا من التشمير في خدمتك ومواصلة الأعمال الموجبة لرضاك، وافتح لنا يا رب فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه، واجعلنا من أهل الوفاء بحقه، واجعله لنا عندك شاهدا بالصدق في العمل بما دعانا إليه، وشافع مشفع يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله تعالى ركعتين فاضل صلاة الجمعة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة، ولا تجعلنا من القانتين. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين البلاء ما لا يكشف غيره، وافتح لنا فتحا قريبا، وأنت خير الفاتحين. وانصر سلطاننا سلطان المسلمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، وهو العلي العظيم. سبحانك عظيم. سبحان الله. سبحان الله. دائما وابدا الحمد لله. تعالى شأنه ولا إله غيره. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واهدنا واسقنا واشفنا وارزقنا واصلح شأننا كله وشأن المسلمين. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب يا الله، وانصرهم على أعدائهم، أعدائنا، أعدائك، أعداء الدين يا رب العالمين، خاصة في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، رفعنا إليك أكف الضراعة، ضاقت حيلتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم توسلنا إليك بنبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، توسلنا بك إلى رب العزة لقضاء حاجتنا، أن تغفر لنا يا ربنا ذنوبنا جميعا، وأن تحول حالنا وحال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. يا رب يا الله، يا رب يا الله، يا رب يا الله. اللهم شفعه فينا وشفعنا به يا أكرم الأكرمين، ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين أصولنا وفروعنا، خاصة في هذه البلدة جيبوتات وهذا البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين الحاضرين والغائبين، وجميع من وصانا واستوصانا بدعاء الخير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى روح شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأرواح أهله وصحبه الكرام وأرواح مشايخنا بطريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى روح أستاذنا وأستاذ أستاذنا الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أبا البتول، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا من زيّله الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، الصلاة والسلام عليك من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الآخرين، الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين، الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة، الصلاة والسلام عليك يا عظيم الهمة، الصلاة والسلام عليك يا حامل لواء الحمد، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المقام المحمود، الصلاة والسلام عليك يا ساقي الحوض المورود، الصلاة والسلام عليك يا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، الصلاة والسلام عليك يا سيد ولد آدم عليه السلام، الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين، الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا داعي الله بإذنه والسراج المنير، الصلاة والسلام عليك يا نبي التوبة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، الصلاة والسلام عليك يا خير شافع ومشفع، الصلاة والسلام عليك يا عاقب، الصلاة والسلام عليك يا حاشر، الصلاة والسلام عليك يا ماحي، الصلاة والسلام عليك يا مطهر، الصلاة والسلام عليك يا مطهر، الصلاة والسلام عليك يا صاحب القوم، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الوسيلة، الصلاة والسلام عليك يا صاحب المغفر، الصلاة والسلام عليك يا حجة الله، الصلاة والسلام عليك يا روح الحق، الصلاة والسلام عليك يا رسول الملاحم، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الزمان،
صلوات الله تعالى وملائكته ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. يا سيد السادات ويا نور الموجودات، يا من هو الملجأ لمن مسه ضيم وغم وأمل ألم، يا أقرب الوسائل إلى الله وأقوى المستند، نتوسل إلى جنابك الأعظم بهؤلاء السادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام، لدفع ضر لا يدفع إلا بواسطتك، ولرفع ضيم لا يرفع إلا بدلالتك، بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة العالمين، نبي صديق سلمان قاسم جعفر طيفور أبو الحسن أبو علي يوسف أبو العباس عبد الخالق عارف محمود علي محمد باب السماسي سيد أمير كلالي خاجة بهاء الدين نقشبند علاء الدين يعقوب عبيد الله محمد زاهد درويش محمد خاجة أمكنكي محمد الباقي أحمد الفاروقي محمد معصوم سيف الدين نور محمد حبيب الله عبد الله الشيخ خالد الشيخ إسماعيل خاص محمد الشيخ محمد أفندي اليراغي سيد جمال الدين الغموقي الحسيني أبو أحمد الثغوري أبو محمد المدني سيدنا الشيخ شرف الدين الداغستاني سلطان الأولياء نقيب الأمة أبو الفقراء الشيخ عبد الله فائز دغستاني سلطان الأولياء سيدنا مولانا الشيخ محمد ناظر الحقاني مدد الحق قطب المتصرف سيدنا مولانا الشيخ محمد هشام قباني شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني إمام العارفين أمان الحق لسان المتكلمين عون الله السخاوي عارف الطيار المعروف بملحان برهان الكرماء غوث الأنام يا صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي يا صاحب العصر يا صاحب العنصر يا خضر يا جبريل يا إسرافيل يا ميكائيل يا عزرائيل يا عيسى نبي الله يا بدلاء يا نجباء يا نخباء يا أوتاد يا أخيار يا أقطاب يا أهل الأربعين يا أهل النوبة يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل حضرة الله عز وجل يا أئمة الأربعة يا سيدنا أويسنا القراني يا أولياء الله يا شهداء يا رجال الله أعيننا بعون الله وكونوا عونا لنا لله عسى نحظى بفضل الله رجال الله أعيننا بعون الله وكونوا عونا لنا لله عسى نحظى بفضل الله رجال الله أعيننا بعون الله وكونوا عونا لنا لله عسى نحظى بفضل الله على الله تعالى درجاتهم دائما ونور الله تعالى أضرحتهم مبارك وأمدنا بمددهم ونفعنا ببركات أنفاسهم القدسية وأفاض عليهم وعلى جيرانهم وعلينا من بركات أسرار سورة الفاتحة سر سور من أنزل الله تعالى عليه أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا شفعه فينا وشفعنا به يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبلغ ثواب ما قرأناه ولما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى روح شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وصحبه الكرام وخاصة لروح أستاذنا وأستاذي أستاذنا الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين من أباء الشيخين رحمه الله وإلى أهل ختم خرجان وإلى مشايخنا الكرام في طريقة النقشبندية العلية خاصة بأرواح أستاذنا وأستاذ أستاذنا على نية القبول ودفع البلاء والنصر على الأعداء والشفاء وحسن الرزق الفاتحة. وعلى نية حسن الخاتمة يا ربي بها يا ربي بها يا ربي بحسن الخاتمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.